يلا يا ماما، الحريق زمانه على وصول. انا مش عارفه ايه اللي اخر بابا لحد دلوقتي. يا حبيبتي ما تقلقيش، زمانه جاي، معقوله هينسى يعني ميعاد العريس؟ يا رب يا ماما. اهو يا ريتنا كنا افتكرنا حاجه عدله. ده ابوكي، روحي افتحي. ماشي بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتاخرت ليه يا بابا؟ ايه اتاخرت ليه؟ براحتي. حاجه غريبه قوي. مالك يا عبد الغني قلب وزك كده ليه؟ في حاجه حصلت؟ حاجه تقرف. جيل بتاع اليومين دولت حاجه تكسف والله. عيل جاي النهارده انترفيو عشان يشتغل عندنا في الشركه، بساله ايه قله الادب دي وجاي متاخر 5 دقايق انا زهقت. معلش، هما دول شباب اليومين دول. انا عايزك بقى تفوق كده عشان ايه؟ تقابل العريس. تخيل يا هدى، الواد من ساعه ما قعدوا عمال يرغي يقول لي انا ما اعرفش حاصل على شهادات السي اي اي والسي تي اي والسي اف اي، بقى رغي حروف انجليزي طول ما هو قاعد. لو ايه بساله سؤال يقول لي من فضلك انا مش هقدر اتكلم الا ما اشرب النسكافيه بتاعي الاول. ما حسيتش بنفسي، رحت لقيته بالنسكافيه في وشه، قلت له اطلع بره. حاجه منتهى قله الادب. ما نشوف الهانم جايبه لنا ايه النهارده. لا ما تخافش يا بابي، هاني ده حد جميل هتحبه خالص. اسمه هاني؟ ربنا يستر. يلا بقى اجهز كده عشان الناس اللي جايه. اجهز ايه؟ اجهز ايه اكتر من كده؟ انا كده زي الفل، يا دوب هغسل وشي وكان عاجبكم. تعالي معايا يا هدى. ماشي. إيه؟ طب يا بابي مش وقته، العريس زمانه جاي دلوقتي. اغسل وشي. خلاص هفتح انا. حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي قوي قوي. بس يعني ماما واقفه بابا جوه. انت عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ حضرتك نورتينا والله. انت بقى دعايا؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، برافو عليكي هاني، عرفتي تنقي. ايه رايك بقى فيا يا ماما؟ زي القمر طالع لك مش كده؟ حبيبي حبيبتي يا دين. ادخل ولا اه؟ طبعا اتفضلوا 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 هنا. وحشتيني قوي. اتأخرت ليه؟ معلش غصب عني، كلموني في الشركة وقالوا لي لازم تيجي النهارده تقدم السي في، كان لازم اروح. سي في هاني النهارده واليوم اللي انت جيت تقدم لي فيه؟ ايوه. طيب اعمل ايه؟ ما انت عارف ان انا محتاج شغل. طيب ماشي، المهم عملت ايه؟ تمام؟ والله ما تمام خالص، دي كانت مقابلة زي الزفت، أسوأ انترفيو عملته في حياتي كلها. دخلت الشركة قابلنا راجل غلس، يا ساتر يا رب، نزل عليه غضب ربنا. كل ده عشان اتاخرت 5 دقايق، لقيته قابلني بشكل كده كشر وقعد ينطر ويشخط. بيني وبينك انا ما قدرتش امسك نفسي طبعا، انت عارفاني روحي في مناخيري وما بحبش حد يتنور عليا ولا بتاع. كان مقدم لي نسكافيه قمت رامي له النسكافيه في وشه. نسكافيه في وشه؟ ايوه طبعا. امال انت عايزاني اعمل ايه؟ هو حكايه النسكافيه النهارده ليه؟ هو انتوا عاملين نسكافيه ولا حاجه؟ إيه لا لا، دي حاجة تانية. معلش معلش، المهم وبعدين مين يا دعاء؟ ايه ده؟ انا زي ما يكون سمعت الصوت ده قبل كده. ده بابا. باباك يا؟ ما شاء الله ما شاء الله، صوته جميل وتحس انك انت سمعتيه قبل كده. اه الناس كلها بتقول كده. ما شاء الله ربنا يخليك. وبعدين بس يا ستي، ليه وليه انا اتاخرت 5 دقايق؟ بقول له انا اسف يا مستر. يوتي بيقول لي مستر انت فاكر نفسك في الفصل ولا ايه؟ ايه اللي فاكر نفسك في الفصل ولا ايه؟ شايفني داخل له بشورت انا جاي من المدرسه؟ ما طبيعي اقول له يا مستر، امال اقول له ايه يعني مستر؟ بالظبط. بس يا ستي قلب وشه عليا، وانا بقى انت عارفاني زي ما قلت لك ما بحبش حد يتخلق عليا، قمت رامي الحاجات اللي قدام المكتب وقمت رامي له النسكافيه وقمت خارج فاتح الباب وقافله برجليا. كل ده في حركه واحده. كل ده في حركه واحده؟ وانا قلت ان كل ده في حركه واحده؟ ايوه. مش هي حركة واحدة. المهم بقى سيبك من ده كله. مين يا دعاء؟ الصوت ده عارف، انا فاكر انا سامعه قبل كده. ده بابا. باباكي؟ اه. بس انا سمعت الصوت ده قبل كده مش عارف. هو جاي دلوقتي. بس ايه الحلاوة بالشياكة دي؟ بذمتك قمر، ايه رأيك في البدلة؟ يدي. طب الجرافطة؟ قمر. ساعتين قدام المراية بعد الفيلم. بجهز بقى عشان عندك انترفيو تاني دلوقتي. ماشي ماشي، مستعد وكل حاجه تمام، ما تقلقيش. نورتينا يا طنط. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا هاني؟ اهلا. ازاي حضرتك يا طنط؟ ازاي حضرتك؟ ايه ده؟ انت بتتكسفي يا بيضة؟ معلش احنا في الاول بنبقى كده يعني. لا 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 لا، انا عايزه جوز بنتي كده يبقى واد مدردح كده وروش تحنا. نورتونا. نورك يا حبيبتي. امال امال عمي فين؟ جاي جاي يا حاج، تعالى يا حاج عشان تضيف جم. مين يا دعاء؟ انا
حاسس ان الصوت ده بابا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. ازي حضرتك يا عم؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين ده؟ ايه ده؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ انا اللي مين ده؟ ده في حاجات يا بنتي، حاجات ومحتاجات. هو ده الواد اللي كان عندي النهارده في الشركه في الانترفيو. هو بابا اللي انت رميت في وشه نسكافيه؟ هو قال كده؟ ايوه. مين قال كده؟ انت كدابه. والله العظيم يا مستر كدابه، والله العظيم يا مستر كدابه. ما تقولش مستر تاني. أنا اسف، انا اسف يا عم الحاج. والله ما عم الحاج هو جاي يفك الفلوس. يا 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 دعاء، مش هو ده اللي اصل. اصلا نسيت احكي لك، اصلا النهارده رحت شركتين، في واحد انا رميت النسكافيه في وشه، والتاني ابوكي هو اللي رمى النسكافيه في وشي. ايه اللي جابك هنا هلا يا مستر؟ انا جاي عشان اقدم شغل وحضرتك. اسف اتلخبطت، معلش مستر. انا اسف، انا جاي عشان اطلب ايد بنت حضرتك. وانت فاكر ان انا ممكن اوافق اجوزك بنتي؟ تجننت؟ جننت؟ انت هي وصلت للجننت؟ لا من فضلك انا ما اسمحلكش. انت ازاي تهني بالشكل ده؟ انا سكت لك في المكتب الصبح عشان كنت في مكتبك، لكن دلوقتي اسمح لي. ما ينفعش ابدا تهزاني قدام مراتك وقدام بنتك. انا راجل محترم ومعايا شهادات مهمه جدا. انا معايا السي ام اي ومعايا السي اف اي. انت عارف يا ولد، لو جبت سيره الشهادات دي تاني انا هسويك بالباركيه. كفايه بقى، كفايه. لم الدور بقى يا هاني، ما يصحش كده. انت مش سامعه بيقول ايه؟ هيسويني بالباركيه يا ماما، هيسويني بالباركيه. ده برضه في مقام حماه. مين؟ ايه هاني اللي بتقوليه ده؟ ده لما تشوف حلبة ودنه. طب جننت ولا ايه؟ ما تلمش دول شويه بقى عشان بنتك. ها معلش. ماشي، اتفضلوا. اتفضلي يا هاني. اتفضلوا. عشان خاطرك انت بس يا ماما. اتفضلي. امور يا فندم. والله يا حاج احنا يشرفنا ان احنا نطلب ايد دعاء بنتك لهاني ابني. الطلب مرفوض، الزياره انتهت. اتفضلوا. يا عبد الغني ما تسمع بس شوف هيقولوا ايه. عشان قلت في ايه؟ الست بتطلع احترام طلب الطلب وانا رفضته وطردتهم بره. يلا ايه يا ماما، احنا بنتهزق، احنا بنتهزق يا ماما، بنتهزق. هو انت اتجننت يا ابني عشان اجوز بنتي الوحيده لواحد فاشل زيك؟ تاني يا عم؟ تاني بتقول عليا فاشل؟ بعد ما قايل لك ان انا معايا سي ام اي وسي اف اي ولسه هحصل على الشهاده ان شاء الله بعد شهرين، شهاده اهم من السي ام اي والسي اف اي. السي تي اي مش كده؟ السي تي اي ده اللي هو الاتوبيس اللي بيتركب ده المكيف. انت بتتريق عليا يا عم؟ يا ابني انا ما بتكلمش على الشهادات، افهم. ايه ده يا حاج؟ انا فاهمه هو عايز ايه. الحمد لله مستوره يا حاج. هاني ابني عنده شقه تمليك جاهزه وبحري كمان، مش ناقصها غير العفش. كويس، كويس قوي. طيب يا سيد هاني، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ مش فاهم يعني. ولا انا. يعني ايه شايف نفسي بعد 5 سنين يا عمي؟ مش فاهم يعني. يعني ايه شايف نفسي بعد 5 سنين؟ امال انت كنت جاي النهارده الصبح تعمل انترفيو ازاي؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ رد على هذا السؤال. اقول له ايه؟ مش في المهندسين. فين في المهندسين؟ اخر شارع جامعه الدول العربيه على ايدك اليمين كده وانت رايح. انت جاي تهزر. لا انا اقول لك، انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين بالظبط؟ اتفضل. في الاشاره بتاعت كوبري الجلاء، بتبيع مناديل. طب انا اقول لسعادتك بقى، انا فعلا شايف نفسي فين بعد 5 سنين؟ قول يا هور. بعد 5 سنين يا عمي احنا هنكون بنانا عن باموالك وفلوسك واطيانك وكل ما تحتكم عليه بعد ما تسلم عوضها ان شاء الله. يا نهار اسود، انت بتفاول على الراجل وهو قاعد. استنى يا هدى، رد ذكي كرييتيف، عجبتني. اوكي قول لي يا هاني. يا هاني؟ لا ده انا لسه بقول عليك ذكي. ثلاثة بالله العظيم بظهر ايدي. اصحى وفوق الكلام. اخر علاقة عاطفية كانت امتى وسبتها ليه؟ من فضلك يا عمي ما تفكرنيش بالموضوع ده. لا افكرك بقى. لا عشان خاطر يا عمي الموضوع ده بيوترني. معلش عشان خاطر انا افكرك. مضطر اقول. اتفضل. كنت بحبها. ايه؟ كنت بقول كنت. وهي كمان كانت بتحبني قوي. كويس. عشنا مع بعض ايام جميله، بس للاسف اكتشفت فيها عيب خطير. خير؟ ما يقبلوش اي راجل على نفسه. حط نفسك مكان يا عمي، تبقى انت جوه الشغل اثناء تاديه مهامك الوظيفيه
ويجي لك تليفون من مراتك او حبيبتك او حتى صاحبتك تقول لك انت ما كلمتنيش ليه عشان تقول لي انك نازل، يا ساتر. شويه بعد كده تكلمك في التليفون تقول لك انت ما بعتليش ليه اس ام اس، يا ساتر. بعد كده تكلمك في التليفون عشان تقول لك انت النهارده هتخرجني ولا ما تخرجنيش. طب انا هشتغل امتى؟ هشتغل امتى؟ هشوف شغلي امتى؟ شوف يا عمي، كله يهون الا ان حد يعطلني عن الشغل. انا راجل بحب الشغل زي عينيا، اي حاجه في الدنيا ممكن تهون الا شغلي. عظيم، عجبتك؟ ايه اللي عجبتني؟ ده انت تعجب الباشا. طيب تقدر تقول لي خيالك في المرتب في المهر ممكن يبقى كام؟ المهر والمؤخر؟ والله يا عمي على راي المثل اللي بيقول كلف يا جاريه ولا اسمها ايه؟ اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. سفراجي، جايبين سفراجي دوت بقى. انا قلت افك القعده يعني. اتفضل يا حبيبي. لا والله يا عمي الحقيقه انها يعني مستني حضرتك تعرفني كويس، تسال عليا، والحاجات دي بقى احنا مش هنختلف فيها، اللي تؤمر بيها انا تحت امر حضرتك يعني، مفيش مشكله. كلني الولد. مش هقدر اقول غير مبروك. فعلا مبروك، المبروك، مبروك يا دعاء. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربنا يسلمك. حاسس انك طاير من الفرحه يعني. حقيقه يا عمي خلاص وافقت تجوزني بنتك دعاء؟ لا وافقت اشغلك عندي في الشركه. بتكلم بجد؟ مبروك الوظيفه. يعني انت وافقت تشغلني عندك؟ طبعا. بالنسبه لدعاء ايه؟ دعاء مخطوبه، يبقى قالتلكش؟ يا راجل امال وانا جبت لي سيره. الخطوبه تروح وتيجي، مهم الشغلانه. انت عبيط ولا ايه؟ ميرسي جدا حبيبي، ميرسي جدا يا مبروك. احب اهدي لك يلا يا مكين الورد الجميل دوت ان شاء الله، وبكره باذن الله وانا جاي هبجيب لك الجاتوه معايا ان شاء الله. ميرسي جدا يا عم. شكرا. مع السلامه. مع السلامه يا دعاء. هتنسى ماما؟ ماما. لا ما ايه، قلت لك بنت خالتي. يا طنط باي باي. هاني عينته عندي في الشركه.